أنا أسمع إن دمشق سر خبيء، جلبوا لها العرافين والمنجبين والحواة، لكنهم جميعا ما وجدوا الطريق إلى ذلك السر. كبرت بعدها وعيني تربو إلى تلك الكلمة دمشق، أبحث عن أخبارها وأجمع صورها وأسمع أغانيها، حتى طرق بابنا ذات صباح عمي الأكبر ببدلة عسكرية كاكية، يحمل كيسا ذو لون بني داكن. تهلل وجه أمي وأبي واستقبلوه بتباشير الصباح وحرارة اللقاء، واحتضنني ملوحا بي في الهواء. ملعونة، جبت لك فد هدية. وفتح الكيس على علبة زجاجية مكعبة الشكل مملوءة بمربى شامية مشمشية الطعم. وكم كانت دهشة الأهل كبيرة وهم يرونني لم ألقبانا لعلبة الحلوى تلك، بقدر تمسكي بالكيس مستنشقة ما بداخله بلهفة كبيرة. عاد عمي الأكبر للضحك مرة أخرى مكررا كلمته المدللة ملعونة، أعرف شو تريدين، هذه بقاية وردة ياسمين دمشقي نسيتها في الكيس، لم تفارق الرائحة أنفي واقترنت بدمشق، فما أن يحل ذكر اسمها حتى تفوح رائحة العطر الياسميني في روحي. عمي العائد من حرب سوداء أرادت أن تخطف الياسمين الشامي في سبعينيات القرن الماضي، ما فتأ يحدثنا عن جمال ما رآه، كأنه حكواتي يقص علينا قصة أنس الوجود مع محبوبته الورد في الأكمام. ثم جرى العمر سريعا وأصبحت دمشق ممر الروح وملتقى الأحبة وصلوات الخائفين وشجرة الأمنيات. دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. نعم إني أحب أناسها وكرمهم وطيبتهم، وأكره ما حل بها وبهم، وأكره شاشات التلفاز وهي تحمل لنا صورا داكنة. أرفض أن أرى دمشق بغير الياسمين وبغير الجوامع والكنائس. نعم أحب دمشق التي نستحضرها اليوم، نستحضر جمالها، نستحضر فنها وطيبة أهلها. مع ابنها المخرج هشام الزعوقي سنبصر معا ما يبدعه السوريون، ومع فناننا الكبير حميد الجمالي سنوجه لها رسائل عشق معتق بالورد، ومع موسيقاها الفلكلورية ودبكات أفراحها سننصت إلى صوتها الأجمل. مع ديكورات The Want Event سنقف في باب حاراتها العتيقة. شكرا للأديبة السورية لبنى ياسين لما بذلته من جهود طيبة، والفنانة التشكيلية سوزان، والمصمم المبدع محمد عبد الستار، والفنان حيدر الفتلاوي، ورئيس جمعية أكد الكابتن علاء الدين الهنداوي، ورئيسة جمعية الولاء السيدة شذى الكاظمي، كما ونشكر المهندس يونس الجاف رئيس غرفة التجارة العربية في مالمو. ومن نار باقات من الياسمين لمن حضر وسانده، ولكم منا جمهورنا الكريم أمنيات بقضاء وقت ممتع في ليلة نار، ليلة الياسمين الشامي. شكرا لك. كتب الله أن تكوني دمشقا بك يبدأ وينتهي التكوين، علمينا فقه العروبة يا شام فأنت البيان والتبيين، إن نهر التاريخ ينبع في الشام أيلغي التاريخ طرح هجين. سيداتي آنساتي سادتي، أهلا بكم في أمسيتنا الأمسية الثالثة التي تأتي في موسمنا الثقافي الحالي لإبراز الثقافة والفن من بلداننا العربية المختلفة، والتي تشكل امتداداً
ووفاء لتعهداتنا في مؤسسة المجال الثقافي ومجلة نانار في العمل على تجسير الهوة بين الثقافات وتقديم الناصع والمشرق منها هنا في السويد. عند انطلاق موسمنا الثقافي في 16 من كانون الثاني أكدنا مشروع الليالي العربية الذي بدأناه بالثقافة اليمنية ثم الصومالية، والآن مع العراقة السورية والتاريخ التليد، تاريخ رسائل العشق والهيام بالوطن. ما دمنا في باب الرسائل فها هي رسالة نزار القباني يؤديها مسرحيا فناننا العراقي الكبير حميد الجمالي، دعونا نراها ونسمعها. صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا قديستي الحلوة. مضت أعوام يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخيال، وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر. ما أخبارها الفلة؟ بها أوصيك يا أمه، تلك الطفلة الطفلة فقد كانت أحب حبيبة لأبي، يذللها كطفلته ويدعوها إلى فنجان قهوته ويسقيها ويطعمها ويغمرها برحمته. ومات أبي وما زالت تعيش بحلم عودته وتبحث عنه في أرجاء غرفته وتسأل عن عباءته وتسأل عن جريدته وتسأل حين يأتي الصيف عن فيروز عينيه لتنثر فوق كفيه دنانيرا من الذهب. سلامات، سلامات إلى بيت سقانا الحب والرحمة، إلى أزهارك البيضاء فرحة ساحة النجمة، إلى تختي، إلى كتبي، إلى أطفال حارتنا وحيطان ملأناها بفوضى من كتابتنا، إلى قطط كسولات تنام على مشارقنا، وليلكة معرشة على شباك جارتنا. إيه، مضت أعوام يا أمي، ووجه دمشق عصفور يخربش في جوانحنا، يحظ على ستائرنا ويرقهنا برفق من أصابعنا. مضت، مضت أعوام يا أمي، وليل دمشق، فل دمشق، دور دمشق تسكن في خواطرنا. الله، الله أكبر، الله، الله.
الله أكبر. وأين طفولتي فيه؟ أجرجر ذيل قطته وآكل من عريشته وأقطف من بنفشه. دمشق 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 يا شعرا على حدقات أعيننا، دمشق يا شعرا على حدقات أعيننا كتبنا. ويا طفلا جميلا من ضفائره صرفناه، جثونا عند ركبته وذبنا في محبته إلى أن في محبتنا قتلناه. صيف عام 1995 التحق بدرس صيفي في الإعلام والاتصالات نظمته السفارة النرويجية في دمشق، وفي خريف العام نفسه سافر إلى أوسلو حيث درس الاتصالات لمدة عام قبل أن يقرر الانتقال إلى دراسة السينما في أكاديمية التلفزيون والسينما هناك، من حيث تخرج عام 1999 مقدما في العام التالي تجربته الأولى الباب. هذه التجربة للمخرج السينمائي السوري هشام مزعوقي أثارت اهتمام النقاد والصحفيين والمشاهدين في أكثر من 20 بلدا من بينهما أمريكا وإيطاليا واليابان وهولندا وغيرها من البلدان ذات الصلة العريقة بالسينما، وقد حصد هذا الفيلم بالذات العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية متعددة تدل على تفرد المزعوقي في معالجاته الفنية وتمكنه من التقنيات الحديثة التي استخدمها في معظم أفلامه، فضلاً عن حساسية الموضوعات التي يتناولها في كل فيلم على حدة. الفنان هشام مزعوقي هو ضيف ليلة منال، ليلة الياسمين الشامي. قبل أن يرتقي إلى منصة نترككم مع فيلمه القصير الباب لنعود بعدها مباشرة، فأهلاً وسهلاً به. شكرا كثير. أول شيء لأنه شفت الفيلم وآسف للنسخة بس يعني قديم صار. شكرا لوجودكم وكثير فرحان كثير إنه صار لي هالفرصة إني ألتقي فيكم وأرد هالأفلام. شكرا لأسيل دكتور أسيل منال. ما بعرف شو بدي أحكي بس هذا الفيلم كثير، كنت بالصف الثاني بالمدرسة بأوسلو كان في مسابقة يعني مثل المزح انه كتبت سيناريو في نص صفحه رجل يمشي معه باب وماشي بنص اوسلو، فكان في 235 سكنات فاختاروا 20 واختاروا هاي السيناريو. هلا المشكله شلون بدي اسوي الفيلم بعدين يعني. انه السيناريو كثير بسيط، زلم يحمل باب ويصير في اوسلو بمساعده مخرج عراقي اسمه سمير زيدان عايش بأوسلو. ما معي مصاري كثير، معي شي 200,000 كرون وهذا السينما 35 ملم يعني بيكلف كثير. فكان في حل بسيط انه سوي الفيلم اللي براسي يعني بغض النظر شو السيناريو بده، انه اي شيء انا حاسه سويه. عندي باب وعندي رجل وعندي مدينه غريبه وعندي انسان ما فيه يروح على بلده يعني على الشام وعلى سوريا. فهيك صار هذا الفيلم. بعدين بكتشف انه الناس حبته يعني. هلا بجوز في شو بتقصد بالباب، شو بتقصد بمين هذا الزلمه، وين رايح الى اخره، هي
مواضيع ثانية. أنا كان بيهمني إنه في شيء أعمل شيء إحساس، يعني إحساس لو واحد عايش بمدينة غريبة كان صلي لي يعقوس وشي 3 سنوات، لما بيكون في عطلة بيوصلوا سبت وأحد نحن الأجانب ما بنعرف وين بدنا نروح، يعني ما في محل، هذا الشارع الأساسي اللي كل الأجانب بتشوفوه بأوسلو. بس كان تجربة كثير مهمة، يعني كان تصويره 3 أيام، يمكن فيها تعلمت أكثر من 6 أشهر بالسنة ما أكون بالمدرسة. خلصت المدرسة بعدها ب5 سنين قدمت على سيناريو ثاني كمان اسمه الغسالة. هلا فينا نشوف فيلم الغسيل وبعدين فينا نحكي. يعني انا صار لي عمليا شي 12 سنه بشتغل، بعد ما خلصت مدرسه 12 سنه عم بشتغل افلام، شيء منه للتلفزيون، اشتغلت للتلفزيون السويدي كمان وللتلفزيون النرويجي والتلفزيونات العربيه. هلا من دون ما انتبه انه في موضوع الغربه، يعني يعني ما شغله باللاوعي تبعيتي انه انا اجيت على مدينه على اسكندنافيا، ما فيني لقيت التيمات الأساسية اللي أنا بحس فيها هي نفس اللي بحسوها بقية المهاجرين. يعني أنا شو جابني لهون؟ أنا شو يعني شو عم بحس يومياً؟ ما فيني أسافر على سوريا، ضليت 8 سنين ممنوع إني أرجع على البلد، وبنفس الوقت ما بتعرف شو آخرتها يعني. فمعظم تيمات الأفلام اللي سويتها كان في قصة الاغتراب، وإنك تعيش في بلد مقدم لك كل شيء بجانب ما مقدم لك الأمان، مقدم لك الوضع الاقتصادي المنيح نظافة وكل شيء، بس بنفس الوقت انت مالك مبسوط، يعني شو ما سويت مالك مبسوط. يعني هون يعني في ما بقول انه ما في فرص بالنسبة لي كمخرج، في كثير فرص حلوة، بس دائما لازم ابذل جهد 3-4 مرات عن 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 المخرج الرفيق النرويجي، يعني شيلك عن قصة اللغة او قصة، دائما انت مشكوك فيك، يعني دائما بدك تقدم اي موضوع بيفكروا ليش بدك تقدمه، شو سبب، وشو الباك جراوند تبعك، وين بدك تروح فيه. وحتى لو اثبت نفسك مره وثنتين وثلاثه واربعه بيضلوا شوي ما مطمئنين لك، يعني بفضلوا انه هن يعملوا مواضيع عنا هن نفسهم، يعني انه نحن يصير معنا الميكروفون شي مره، لانه صرنا نحس نحن اولاد هي البلد، يعني اخر شيء يعني رضينا ولا ما رضينا نحن عايشين هون وصرنا زمان ولا اخر، بتحس تجاه البلد انه مثل بلدك. بس يعني بفضلوا انه هن يحكوا عننا، بس نحن نحكي عن نفسنا ما بحبوها كثير. طبعا ارتحت بسوريا لسبب بسيط، هو مساله اللغه، يعني انا حسيت اللغه نحن احيانا نعتبرها مساله بديهيه، انه شيء بتتعلمها بتعيش، ما بتتعلمها ما بتعيش، هذا ما صحيح. يعني نحن هون بهي البلدان مهما اتقنا اللغة الأجنبية فدائما نحن عندنا محدود، يعني 60-70%، وبالتالي هي 60-70% هي مو بس لغة، هي الشخصية تبعيتنا. يعني احنا عايشين هون بنص شخصيات، يعني او 3/4 الشخصية، 60% من الشخصية، لأنه ما بنحكي اللغة تبعيتنا، اللغة الأم. رجعت على سوريا وبلشت اشتغل بالبلدان العربية كلها، يعني فحسيت في عبء عني وراح ببساطة، انه مسألة اللغة والتواصل مع هاي العالم بغض النظر يعني سوريا ولا العراق ولا مصر ولا لبنان ولا المغرب فيها مشاكل، بس في شيء اعطاني اياه بالنسبه لشغلي. بال 2012 اضطريت ارجع لهون كمان، يعني فمقضيها بين هون رايح وراجع، يعني لحد الان هذه مشكله الباب ما انحلت يعني بعدها.